السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة التي سنتناول فيها استمرار نزوح سكان قرى المقدادية في محافظة ديالى بعد مرور شهر على المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات في عدد من قرى القضاء، وسط اتهامات للحكومة بالصمت والتغاضي عن جرائم الميليشيات الموالية لإيران والتي تنفذ مخطط تغيير ديموغرافي في قرى القضاء، وهو ما يرسخ بطبيعة الحال من سياسة الإفلات من العقاب في العراق. نرحب بضيوفنا، حيث سيكون معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، مرحبا بكم. حياكم أهلا الله. بك، حياك الله. وسيكون معنا عبر سكايب من برلين الناشط السياسي الأستاذ علي الشعلان. أستاذ علي، مرحبا بكم. ومن فيينا عبر سكايب أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمري. مرحبا بكم جميعا مشاهدينا الكرام، وقبل البدء بمناقشة محاور تغطيتنا نتابع وإياكم هذا التقرير. شهر مضى على المجازر التي ارتكبت ضد المدنيين في قرى المقدادية بمحافظة ديالى، وأدت إلى تهجير السكان وتركهم للمجهول، حيث ما زالوا يعيشون أقصى الظروف ويمرون بأصعب الأوقات، ولا دولة ترعى ولا حكومة تسمع. بالنسبة نحكي لك على المعاناة مالتنا، المعاناة مالتنا قوية كلش فدنا. شين هي راح احكي لك إياها؟ أنا بالنسبة لي عندي مرض سكر، وهاي المره اللي قبالها كمين هسه تحكي لك ان شاء الله هم بيها سكر، والسكر بالنسبه الادويه مالته ما ترحم، اخذ مال رعايه 270 الف، وعندي 12 نفر، هذول كلهم جهال، 12 نفر منهم متوسطه ومنهم كليه ومنهم ابتدائيه ومنهم اعداديه، زين رحمه على امك وابوك ال 270 تحطها للاجار هسه حاليا، تحطها للطلاب، تحطها الما للادويه، الادويه ما تكفي، هذه مال الامراض المزمنه، اهل السكر يعرفونها وكل الناس تعرفها. احنا بيش نعيش؟ وين نروح؟ ونريد السبب اللي احنا تهجرنا به على مال من؟ اعطونا الذنب، ما جاي نعرف الذنب شنو؟ والله العظيم يا ابني معيشه الضيم، وتبهدلنا هسه عيوني والله يوجعني، ما اشوف بيهن، ارد اروح للطبيب ولا فلس عندي. يعني بهدلونا موتونا هسه، خلف الله على هيش بالسياح انطونا غرفة وقعدنا أنا والبنات بيها ونتنفرج الله يا ابني. ورغم مضي شهر تخللته وعود العودة الكاذبة، لم تقدم الحكومة على أي خطوة حقيقية لإعادة المهجرين أو كبح جماح الميليشيات المنفلتة التي تتوعد من يعود بالقتل في حال فكر بذلك. هاي الناس تشوفها قدامكم نايمة بالشوارع، شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ احد سال عليها؟ اجى وفد من رئيس الوزراء، ما جاء وفد بس استاذ سعد دز علينا بالفندق بابل قعدنا وياه، هو والوفد الامم المتحده، لا وصلونا، لا رئيس المجلس النواب ما وصلنا، لا احد جانا، لا احد سال عليهم. طبعا الزاد يعني والمساعدات نفدت، الاجار غالي في الحي القاطون، الامور فصل شتاء يحتاجون الى مستلزمات الشتاء، يعيشون في حاله يعني حاله يعني لا 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 تتمناها لعدوك. ذنب المهجرين ان مناطقهم وضعت في مخطط التهجير الطائفي الذي تشرف عليه ايران وتنفذه اذرعها الميليشياويه. إذا مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة وأيضا التقرير نناقش في هذه التغطية، بعد مرور شهر على المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات في قرية نهر الإمام، أجدد الترحيب بضيوفنا وأبدأ معكم أستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير الكندوري، كما تعرف ولكن للتذكير للمشاهدين، المجزرة التي راح ضحيتها 14 مواطنا بينهم طفل وامرأتان على يد الميليشيات، أيضا تم تهجير أكثر من 500 عائلة إلى مناطق بعقوبة وضواحيها. مركز آفاد يقول وحسب ما تصرح هذا اليوم أن الميليشيات مستمرة في دخول قرى قضاء المقدادية تحت أنظار القوات الأمنية، أيضا قاموا بتفجير محطة لضخ المياه في قرية نهر الإمام،
والسكان المقدادية ممنوعين حتى من دخول قريتهم، وذلك من أجل أخذ حاجياتهم ومستمسكاتهم التي بقيت في منازلهم. أيضا المرصد مرصد أفاد يقول بأن الميليشيات استخدمت الترهيب بحق الصحفيين والحقوقيين الراغبين بدخول القرى، وذلك من أجل مقابلات مع أهالي المتضررين لنقل معاناتهم. كيف يمكن التعليق على كل ذلك أستاذ نظير؟ يعني كما ترى أن هذه المجاميع المسلحة أو ما نستطيع أن نسميه الميليشيات هي ماضية في عملها في محاولة تهجير هذه القرى وإحداث تغيير ديموغرافي في هذه المناطق دون رادع ودون يعني أي إجراءات أمنية من قبل الحكومة أو الجيش الحكومي أو المؤسسات الأمنية الحكومية لردع هذه المجاميع المسلحة. وبالتالي معناها أنه إحنا نعيش في بلد تحكمه الميليشيات، ولا وجود لأجهزة الدولة، ولا وجود لأي يعني شيء ممكن أن تقوم به الدولة لنصرة هؤلاء المظلومين في تلك القرى. والأمر الملفت أن يعني هناك تضييق على الصحفيين، تضييق على الإعلاميين لتغطية هذه الأحداث التي تحدث في هذه القرى، وذلك خشية من الفضائح يعني، وخشية من أن يعني جرائمهم تفتضح أمام العالم. لكن يعني أنا أوجه خطابي هذه المرة إلى الميليشيات نفسها والتي ترتكب هذه الجرائم بحق العراقيين، وأقول لهم بأن الناشطين حتى في خارج العراق لن ينسوا هذه الجرائم، وقد بنوا الآن قضايا متكاملة الأركان وبالأسماء، سواء أسماء الميليشيات اللي اشتركت في هذه الجريمة أو أسماء الأشخاص الذين قاموا بالقتل والتهجير وحرق البساتين. أين تمت الشكوى أستاذ هذه مضيف؟ الآن في أوروبا تم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية وقد قبلت مبدئيا لدراستها. جميل. وستكتشف يعني في الأيام القادمة، تكشف عن إجراءات المحكمة الجنائية على هذه الجريمة، ولربما هذا يكون بابا يفتح أمام الجرائم التي ارتكبت في الفترات السابقة في طيب. في العراق. طيب أستاذ علي شعلان، أجدد الترحيب بكم من برلين الناشط السياسي. أستاذ علي، يعني الحكومة لم تحرك ساكنا تجاه هذا القتل والتهجير لقرى قضاء المقدادية، بل إن الأجهزة الأمنية وقفت متفرجة وقامت فقط بتسهيل خروج المواطنين الأبرياء من قريتهم. هل من واجبات الأجهزة تأمين خروج المواطنين الأبرياء المهددين من قبل الميليشيات؟ هل هذا هو واجبهم؟ نعم أخي محمد، مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. لا بالتأكيد أخي محمد، واجب الدولة، واجب الأجهزة الأمنية حماية المواطن العراقي. طيب. بس هذه لو توجد عندنا في العراق حكومة وطنية، حكومة جاية من رحم الشعب العراقي. احنا اخي من 2003 ما توجد عندنا حكومة، عندنا عصابات جابها الاحتلال الامريكي وحاميتها دولة الشرق ايران، ومقويتها وحامية فيلق القدس الارهابي، وهم حاليا هم دي يصولون ويجولون في العراق. هذه الحكومة اخي مطوقة فقط في المنطقة الخضراء، يعني احنا شفنا شلون يتجاوزون على بما يسمى رئيس الوزراء الكاظمي، شلون يهينوه، وشلون يبعثوا للطائرات الإيرانية المسيرة لقتله. إذن إحنا خلينا بالبداية نسمي الأمور مسمياتها، لا توجد حكومة في العراق، علينا نتفق على هاي النقطة. بعدين أكو عصابات، أكو ميليشيات اللي عندنا أكثر من 90 فصيل مسلح ولائي، ما يخجل ولا يستحي يطلع على شاشات التلفزة ويتباهى في ولاء إلى الشيطان الأكبر العالمي خامنئي. نرجع للب المشكلة أخي محمد. قرية نهر الإمام، نعم، لما صارت المشكلة احنا شفنا محافظ ديالة التميمي، مثنى التميمي، يقول يحكي شكل. شفنا قائد العمليات الخفاجي يتكلم شكل. شفنا عدنان التميمي رئيس البلدية، يعني تخبط في إدارة الدولة، تخبط في إدارة المشاكل. بعدين هذه المشكلة أخي مو أول مشكلة، عندنا جرف الصخر. جرف الصخر الآن محتل من قبل دولة الشرق إيران، وكل عصابات وميليشيات إيران المتمزلة في حزب الله الإرهابي، في سرايا البطيخ، في سرايا فاطميون، في يعني هذه مقفلة. يعني جرف الصخر، جرف الصخر اليوم الفرس العجم بيحتليها كاملة، وهناك معلومات تتكلم عن
انه اكو مصانع واكو لتصنيع الطائرات المسيره فيها في جرف الصخر. نعم. وهم هاي الحكومه عفوا السلطه الطغمه الحاكمه في بغداد ارادت ان تعمل من نهر الامام يعني قضيه مثل جرف الصخر. فبالنهايه اذا احنا ما عندنا دوله، عندنا دوله عصابات، دوله مافيات جابها الاحتلال الايراني. نعم. وحاميها الشيطان الاكبر. طيب. عالمي خامنئي للاسف. طيب استاذ ضياء مرحبا بكم عبر سكايب، امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان في النمسا. استاذ ضياء، يعني شهدت جريمه المقداديه كما تعرفون اعدامات ميدانيه للضحايا امام مرأة ومسمع اهالي قرى قضاء المقداديه، ولكن ما التوصيف القانوني والحقوقي لهذه الجرائم؟ أستاذ ضياء يبدو أنه غير جاهز. أنتقل إلى سؤالي بالأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، في ميزان القوى من هي الجهة المسيطرة في العراق؟ الأجهزة الأمنية الحكومية ومن ورائها ومن عمقها الحكومة الموجودة حاليا في السلطة أم الميليشيات الولائية؟ يعني الأمر واضح لجميع العراقيين، بل حتى لغير العراقيين يعرفون بأن هذا البلد بلد ميليشياوي تحكم الميليشيات. والحقيقة أنها يعني المفارقة أن من هو يكون بمثابة الراعي لهذه الميليشيات. طيب. قد تعمد أن لا تكون ميليشيا واحدة هي المسيطرة على كل المشهد الأمني، لذلك فهو يعني شجع تأسيس عشرات الميليشيات ومدها جميعا بالأسلحة، وهناك دعم حكومي ودعم إيراني لهذه الميليشيات حتى يجعل هناك توازن رعب في العراق. وتبقى الحكومة العراقية لا تختلف عن حكومة لبنان أيام الحرب الطائفية. طيب. هي فقط أصبحت أشبه بالشرطة المرور الذي ينظم سير الميليشيات. وهكذا العراق الآن، الحكومة العراقية تنظر بعينيها الاستعراضات العسكرية التي تقوم بها الميليشيات في بغداد وبقية المحافظات، وهم لا يحركون ساكن، لربما يأخذون صور تذكارية معهم. نعم. فالواقع الحال أن هناك في العراق توازن ما بين هذه الميليشيات، وهذا هو السبب الذي يجعلنا لا نستطيع تشكيل حكومة مثلا الآن. ميليشيا الصدر أو ما نقول التيار الصدري قد حصل الأغلبية، لكنه عاجز عن تشكيل حكومة. نعم. بقيادته، لأن هناك توازن آخر، مجموعة كبيرة من الميليشيات التي تمتلك الأسلحة بمختلف أنواعها ترفض ذلك وتريد أن هي من تقوم بتشكيل الحكومة، وبالتالي هذا التوازن يجعل الفشل هو سيد الموقف في العراق. وبالتالي نحن لا نستطيع إنفاذ القانون، لا نستطيع نصرة المظلوم، لا نستطيع الوصول إلى الحقائق الجرائم التي ترتكب بسبب أن القوة موزعة على أكثر من مجموعة مسلحة، والقانون ليس لديه قوة يستطيع فيها إنفاذ قراراته، وبالتالي نحن نضيع في هذه الدوامة ولا سبيل للخروج منها. طيب. إلا بمحاربة هذه. طيب. المجامع. أستاذ علي شعلان، كما تفضل الأستاذ نظري الكندوري يقول بأن العراق لا يستطيع إنفاذ القانون في العراق، وأيضا لا يستطيع أيضا تطبيق مواد القانون. أين الخلل في ذلك؟ هل أن الميليشيات تسيطر حتى على مسألة القوانين المبرمة في العراق؟ نعم. نعم. نعم أخي محمد. نعم. الميليشيات اليوم أقوى من دولة، يعني أنا ما أسميهم حكومة، وأختلف مع ضيفك الكريم. نعم. نعم. يقول ينعتهم بالحكومة. نعم. أخي الحكومات تأتي لبناء الدول، تأتي لتنمية المجتمع، تأتي لبناء البنية التحتية للبلد. يعني كيف إحنا ننعت هؤلاء من 2003 بعد ذهاب النظام الوطني السابق، واجوا هذول وشفنا احنا الفرق بين الكفتين. بالتاكيد اخي محمد، الميليشيات اقوى من هؤلاء اللي في المنطقه الخضراء. هؤلاء اللي في المنطقه الخضراء عندهم فصائل تحميهم هاي الفصائل، وهم اللي بدوا في تاسيس هذه الميليشيات. يعني احنا نعرف هاي الميليشيات اجت بفتوى من المرجع الاعلى، بما يسمى المرجع الاعلى، وبعدين انتقلت الفتوى الى جمهوريه الشرق ايران، انطاهم فتوى وبايعوا هاي الفصائل المسلحه العميله، بايعت على التلفاز المجرم الاول القاتل اللي قتل شعبنا الخامنئي. يعني شيء واضح انه دوله ماكو بالعراق، قانون ايضا لا يوجد بالعراق، احنا ندور في فلك العصابات والميليشيات.
في الكل. نعم. وانا اريد اوضح شغله بس اخي محمد. تفضل تفضل تفضل. مساله مساله الحكومه، يعني الاخ الضيف الكريم يقول يعني بالنسبه يريدون يشكلون حكومه وهناك بطء في تشكيل الحكومه. اخي هم ما يريدون يشكلون حكومه لسبب الحكومه حتى تاتي لتنميه العراق، هم يتناحرون تناحر سياسي على الكعكه، على الوزارات، على مناصب مدير العام، على اللجان التجاريه، هاي لجان الاحزاب التجاريه. يعني انا اسالك بالله اخي، اسالك اخي محمد، جيب لي دوله بالعالم بيها لجان تجاريه للاحزاب، يعني ماكو هيك شيء في كل الكره الارضيه. طيب. يعني ماكو اخي، هذا شيء يفوق الخيال. احنا من 2003 لهذا اليوم عندنا مشكله كبيره، فما عندنا دوله، ما عندنا سلطه. وهذا الكلام تكلمنا مع الامم المتحده، تكلمنا مع لارس خار، ما في فائده، لان المجتمع الدولي وامريكا بالذات يريدون هاي الطبقه الفاسده الحاكمه للاسف في بطل. طيب استاذ علي. نعم. انتقل الى الاستاذ ضياء الشمري، اجدد الترحيب بكم. استاذ ضياء هل انت معنا؟ نعم. استاذ ضياء، جريمه المقداديه شهدت اعدامات ميدانيه على مرأى ومسمع اهالي قريه نهر الامام والقرى طبعا الموجوده في قضاء المقداديه. نريد منكم توصيفا قانونيا وحقوقيا لهذه المجزره التي ارتكبت هناك. حقيقه من ناحيه قانونيه انا اتوقع او كل المنظمات الحقوقيه الموجوده في اوروبا والموجوده في الوطن العربي ادانت ما يحدث في المقداديه، ومن ضمنها المنظمه العربيه لحقوق الانسان ورئيس المنظمه صرح بتصريح رسمي على هذه الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات بمساندة الحكومة العراقية. احنا لا نبرئ الحكومة العراقية من ناحية قانونية، هي المسؤولة الأول والأخير لحماية المواطنين. وبعدين احنا نسمع بتصريحات من عسكريين عراقيين يقول هذا العسكري أنا ما أقدر أحمي المواطنين، أنا فقط أقول لهم أخرجوا من هذه المناطق. إذن الحكومة العراقية من ناحية قانونية، من ناحية مبدئية، سلمت الأمر بأيد الميليشيات، هي التي تحكم بهذه المناطق أو في مناطق اللي هي تشكل خطر على هذه المجاميع، لأنه الموجودين هناك من شريحة من شرائح المجتمع العراقي، وهذه الشريحة غير مرغوب بها من قبل دول الجوار ومن ضمن إيران، أنه هذه المناطق يجب عليها عزلها وإسكانها بمناطق أخرى بمجاميع بشرية أخرى. هذه المناطق. أستاذ ضياء عفوا المقاطعة، هناك من يتهم بأنه أنتم لماذا يعني تحملون مسؤولية ما جرى في محافظة ديالى في قرى قضاء المقدادية؟ يقولون لماذا تحملون الأجهزة الأمنية الحكومية؟ هم لم يعتدوا على السكان بل الميليشيات، وهي وقفت لتأمين خروج آمن للمهددين من قبل الميليشيات. أريد أن فهم الناس لماذا تتهم أو نتهم الأجهزة الأمنية الحكومية في كل مشكلة ومجرى تحدث في العراق؟ المشكلة هي المشكلة قانونية. الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة والحكومة العراقية بأكملها هي مجبرة ومرغمة من ناحية القوانين الدولية لحماية مواطنيهم. نعم. ليست بإخراجهم من مناطقهم ومساكنهم وعدم العودة لها بعد حين. هذه المشكلة هي مشكلة قانونية وليست مشكلة يعني الحكومة العراقية تريد تبرئ نفسها. احنا امامنا لهم الطريق، ليست هي تامين الطريق وان حمايتهم من القتلة والمجرمين الذين دخلوا لهذه القريه وقتلوا 14 شخص من هذه المنطقه وهجروا حدود 500 شخص في هذه القرى، يعني ليست بعدد قليل. يعني هذه المجازر التي ترتكبها لانه الحكومه العراقيه مكونه من هذه الاحزاب، الميليشيات الموجوده بالعراقيه لها ادرع بالحكومه العراقيه ولها وزراء بالحكومه العراقيه. كل هذه الميليشيات هي متهمه بقتل العراقيين، وقتل العراقيين بصيغه غير مباشره انه الحكومه تقوم بقتل العراقيين، لان هذه تابعه للحكومه. الميليشيات الموجوده هي تابعه جزء من الحكومه العراقيه. الذي يحكم العراق الظاهر على شيء العلني الموجود اللي قاعد يوضح للمنظمات الحقوقية في العالم كله أنه اللي يحكم العراق هي الميليشيات وليست
الحكومة المكونة من هذه الأشخاص والوزراء هل موجودين في الحكومة؟ يعني حقيقة المشكلة سأعود إليكم أستاذ ضياء، أنتقل إلى أستاذ نظير. أستاذ نظير، بعد مرور شهر لا وجود لتحقيقات ولا لسير موضوع التحقيقات، مع العلم أن الجهات التي قامت بمجزرة نهر الإمام هي جهات معروفة، ميليشيات معروفة، ما السبب في ذلك؟ لماذا لم تطرح فكرة أن الذي قام بهذه الأعمال هي الجهة الفلانية أو الميليشيات الفلانية؟ مما يخشى الكاظمي؟ يعني اسمح لي أنه أستعير تعبير من تعبيرات مقتدى الصدر، تعرفوا عند كل مرة يخرج لنا بتعبير أوفر يعني جديد على الساحة، يقول لابد من كشف المكشوف. كشف المكشوف. طيب إذا هو مكشوف شو؟ أنا أقول لك، يعني هو كان يقصد على حادثة اغتيال، محاولة اغتيال الكاظمي، أنه يجب كشف المكشوف، يعني بمعنى أن الذين قاموا بالعملية معروفين. أنا أعرف كشف المستور. لا هو يقصد المكشوف، وأنا أعتقد يعني يقصد فيها أن الذين قاموا بالعملية معروفين، لذلك يجب أن تشار إليهم بالأصابع. وأنا أقول ما حصل في قرية نهر الإمام والقرى المجاورة لها هم معروفين ومكشوفين، ونريد الآن أن نكشف المكشوف. طيب مقتدى الصدر ليش ما يكشفهم؟ هو همين عنده ميليشيات. هو هنا الآن يعني أقول لك، الحكومة هذه يعني خاصة حكومة الكاظمي، هو لحد الآن في الحكم أصبح له 19 شهر. هل تعلم كم لجنة تحقيق شكل؟ شكل ما عدده 29 لجنة. طيب. كانت لقضايا قتل، لقضايا حرق مستشفيات، يعني مصائب وجرائم كبرى حدثت، ولا واحدة من 29 لجنة التي شكلها خرجت بنتيجة، وما زال الوضع على ما هو عليه. وفيما يخص ما حدث في قرى المقدادية، ما زال الـ 540 عائلة خرجت، ما زالت الآن متواجدة، قسم منهم في بعقوبة وقسم منهم في بعض مدن شمال العراق. بل إن هذه العوائل اللي وصلت إلى درجة اليأس، إنه بدلا من أن الآن هي ضيوف عند أقربائهم أو الناس المحسنين، بدأوا يؤجرون بيوت، بل من لديه شيء من البحبوب حل مادية بدأ يشتري بيت، يعني لأنه يعيد تأسيس حياته في مكان آخر، يعني قطع علاقته في منطقته الأصلية، بدليل ما ذكر مركز آفاد أنهم يحاولون تحطيم حتى أسباب الحياة، يعني منها اللي هي محطة تحلية مياه أو شيء من هذا، يعني يجعل العودة إلى القرية عودة مستحيلة. وأحد يعني الآن اليوم نشر في جريدة العربي الجديد عن مسؤول أمني لم يكشف عن اسمه، قال إن عودة العوائل المهجرة إلى هذه القرى يصطدم بمنع ميليشياوي، وذكر بين قوسين ميليشيا بدر. بدر هي الآن التي تمنع عودة الأهالي إلى قراهم. طيب. وهذا الأمر يعني في مفضوح جدا، الجميع يعرفه، كل العراقيين يعرفونه، ولكن مع ذلك الحكومة بمؤسسات الأمنية تعتمد أن تغمض عينيها عن هذه الحقائق. تعتقد إذا أستاذ نظير، تعتقد إذا جددوا مصطفى الكاظمي، وهناك أنباء تتحدث أن الصدر سيكلف مصطفى الكاظمي، إذا ما انتخب أو اختير مصطفى الكاظمي من قبل التيار الصدري لرئاسة الحكومة، تعتقد سيكشف عن هذه مجريات التحقيقات الموجودة لعددها 29؟ يعني على قولة المثل يقول لك الجواب يبين من عنوانه. يعني صار له 19 شهر هو بالحكم ولديه كل الصلاحيات، لم يفعل شيء لهذه الميليشيات، بل من أهانه وخسس من قيمته وحاول أن يغتاله لم يفعل شيء إزاءهم. هل تتوقع أن يكون له دور حقيقي في الفترة اللاحقة حتى لو كان الصدر من خلفه؟ وبالمناسبة الصدر هو يعني معود العراقيين على أنه يترك دائما النهايات سائبة، صحيح، ولا يستطيع إكمال أي مشروع يقول يعني ينادي فيه، يعني صدع رؤوسنا من ظهرة نتائج انتخابات وحتى الآن بأنه يريد حكومة أغلبية وطنية. يا ترى هل سيفعل ذلك؟ يعني أنا لحد الآن في شك من هذا. يمكن هاي بعد تشكيل الحكومة أيضا إن شاء الله نستضيفك ونشوف إذا كانت حكومة وطنية وغير وطنية. طيب أنتقل إلى الأستاذ علي. أستاذ علي،
المجزرة صار لها شهر، القوات الحكومية والميليشيات تواصل حملات الدهم والتفتيش في نينوى والأنبار وديالة، وكما ذكر ضيفي أستاذ نظير الكندوري واستشهد بكلام مقتدى الصدر بأنه يجب كشف المكشوف على حد تعبيره. لكن بماذا تفسر هذه الهجمة الشرسة وهذه حملات الدهم والتفتيش والاعتقال التي طالت محافظات بعينها نينوى والأنبار وديالة؟ ما السبب في ذلك؟ نعم أخي، السبب في ذلك انتقام من أهلنا وعشائرنا في المناطق الغربية، انتقام من الشعب العراقي. ما يوجد مناطقنا الغربية خالية من الإرهاب أخي محمد. هذولا هم من يختلق، هم هذولا السياسيين الصدفة القابعين في المنطقة الخضراء، هم من يختلقون الكذبة ويسووها في المناطق، ينفذوها في مناطقنا الغربية. وهاي مناطقنا الغربية ناس أصلاء، عشائر أصلاء أبا عن جد، يعني ما يحتاج هذا الترتيب. أنت اليوم الداهم، أنت ليش ما حميت قرية الإمام مثلا، نهر الإمام؟ ليش تروح على المناطق الآمنة مثل الغربية، مثل الموصل، مثل الأنبار، تروح الداهمة؟ نعم. إذن أخي ما يوجد قوة أمنية. إحنا شفنا في الانتخابات القوة الأمنية اللي حضرتك والإخوان يتكلمون عنهم، يعني جو الملابس العسكرية ولا أخي مو للعراق، ولا عند قائد أو عندك شخص يعني ينزع البزة العسكرية ويشوفنا صورة كذا ويشوفنا صورة فلان. إذن ما في ولاء للعراق. الأجهزة الأمنية ولاءها اليوم إلى سيد فلان وسيد فلتان، هاي إحنا مصيبتنا. طيب. وهم لما ينتجون إلى مناطقنا الغربية، نعم. مناطقنا الغربية ناس أصلاء شرفاء، عرب أصلاء، عشائر شهمة أصيلة، ما عندهم إرهاب، ما يبتون للإرهاب. يعني إذا نرجع للزمن، زمن حكومة المالكي، نعم. منو أجبر أخي محمد، منو أجبر يعني من دخل داعش، وهو كان الكاظم عفوا المالكي مشترك مع دولة الشر إيران بإدخال داعش إلى مناطقنا الغربية، نعم. الأصيلة العربية الأصيلة وعشائرنا الشهمة، كان مشترك مع دولة الشر إيران بإدخال هذه الجرثومة إلى مناطقنا الغربية، نعم. شفنا إحنا اللي أجبر بعض العوائل قبلت داعش هم الحكام المنطقة الخضراء. المناطقنا الغربية ما تقبل بهذا الكلام. مناطقنا الغربية، عشائرنا في المناطق الغربية أصيلة، عندها شرف وعندها غيرة وعندها النزعة العربية الأصيلة. فإذا هذه كلها يحاك من أجل قتل أكثر عدد من العراقيين. طيب. ومدام هؤلاء، نعم. الطغمة الحاكمة الفاسدة، الشلة الفاسدة في المنطقة الغبراء مستمرين في حكم العراق، لو إجى الكاظمي ولو راح مقتدى ولو يجي قيس الخزعلي، لو من يجي العراق أخي. طيب. محمد، أستعير منك يعني اسم من هذه الأسماء التي ذكرتها قبل قليل. أستاذ ضياء، قيس الخزعلي أكد على ضرورة تطهير المناطق التي يستغلها من وصفهم بالإرهابيين، قال بالحرف الواحد بأنه يجب استغلال أو ضرورة تطهير هذه المناطق التي يستغلها الإرهابيون. هذا كلام قيس الخزعلي. هل يمكن أخذ ذلك دليل إدانة بعد هذا التصريح أستاذ ضياء؟ حقيقة بعض السياسيين العراقيين الموجودين على الساحة السياسية في العراق واللي يمتلكون ميليشيات إرهابية ضد الشعب العراقي هم مدانين، ومن ضمنهم قيس الخزعلي. قيس الخزعلي أيضا مدان دوليا بهذه التصريحات، وعنده تصريحات أقوى من هذا التصريح، من قال إلى من قتل واحد من أتباعه وقال أنا أخذها بربعتين. نعم. يعني هذا الكلام، يعني أني لا أتبع للقانون، أني الدولة عرض الحائط وأني أخذ الأمر بيدي وأخذها مربعتين. هذا الكلام كلام عراقي إحنا نعرفه والتجاوز عليه، يعني أني مستعد أن أتجاوز على القانون. وبالإضافة إلى الآونة الأخيرة يقول هم الإرهابيين، أنا أسأل أسأله هو نفسه قيس الخزعلي، من الإرهابي أنت ولا هم؟ ناس قرويين ساكنين في مناطقهم، دخلتوهم عزل، دخلتوهم وهجرتوهم من مناطقهم وقتلتوا ما قتلتوا منهم، وتدعي دولة إرهابيين؟
أنت الذي تحمل سلاح وتهجر الناس، ماذا نوصفك؟ إذا ذولا وصفناهم بالإرهابيين، أنت الذي تقتل وتقول ذولا إرهابيين، أنت أكبر إرهابي موجود على أرض العراق، أنت وهذا العامري. أنا طبعاً ما أبرئ الصدر، لأنه التيار الصدري أيضاً عمل مجازر في كل ساحات العراق. نعم. يعني حقيقة إحنا قاعد نتكلم على عملية سياسية موجودة بالعراق وننسى القضايا القانونية الحقوقية، أنه لا توجد عملية. مقتدى الصدر يصف الميليشيات بالوقحة، يقول أن هناك ميليشيات وقحة. والميليشيات ما هو من قيس الخزعلي، يعني من طلع قيس الخزعلي؟ مو من نفس المجموعة من مقتدى الصدر؟ ما كان واحد من أشخاص المعتمد عليهم مقتدى الصدر؟ نعم. يعني حقيقة احنا ما نريد نبرئ هاي المجاميع، المجاميع إرهابية، يعني مجاميع كونت بعد الاحتلال، وهذا التكوين بعد الاحتلال بموافقة الأمريكان، وبوركت من قبل إيران، وسلم الملف الأمني العراقي من قبل الأمريكان إلى إيران. يعني هاي حقيقة، لأنه هذا حقيقة تاريخية. بعد ما خرجوا الأمريكان سلوا الملف الأمني للإيران وليس إلى العراقيين. يعني ذول السياسيين العراقيين ما عندهم أي أمر، الأمر النهي هي بولاية الفقيه، وولاية الفقيه هي التي تحكم العراق بصيغة مباشرة. لا يمكن تعيين مدير عام أو مدير تربية في إحدى المحافظات إلا بموافقة إيرانية. يعني هذه العملية لازم نعرفها جيدا، من يحكم العراق هم الإيرانيين. القضية القانونية اتجاه هذول الموجودين الذين يحكمون العراق من الكاظمي إلى أي واحد، إذا فد يوم من الزمن يأتي يحاكمون كلهم في المحاكم الدولية، لأنهم سرقوا وقتلوا ودمروا بالعراق. يعني حقيقة من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة هم بنوا مدرسة، بنوا مستشفى. نعم. ماذا عملوا بالعراق؟ فقط التخريب والتدمير والسرقات. نعم. طيب ضيوفنا الكرام، نتوقف عند استراحة قليلة، نتابع فيها الإنفوغراف والذي يسرد أبرز المجازر التي ارتكبتها الميليشيات ضد المدنيين في محافظة ديالى. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه التغطية مرور شهر على المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الطائفية على قرى قضاء المقدادية. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري. أستاذ نظير، يعني حتى أهالي ديالى، حضرتك من أهالي ديالى مو؟ نعم. أي دير بالك. طيب أستاذ نظير، الأطراف السياسية اللي استثمرت هذه المجزرة سياسيا أين هم الآن؟ أين هم سياسيو ديالى؟
طبعا والله يعني تتكلم عن سياسي ديالة ولا واحد من عندهم خرج وتحدث في موضوع المزر الأخيرة اللي حدثت في المقدادية. طيب. لكن من السياسيين السنة بشكل عام تحدث خميس الخنجر وصرح بتصريحات نارية عبر تغريدة طبعا من تغريداته، والظاهر أنه مجال نضاله وجهاده في نعم. نصرة أهله نعم. عبارة عن تغريدات في التويتر، وتم نسيان الأمر وانتهى الأمر. وأنا أجد من الحيف أن يقال أن هؤلاء سياسيين سنة نعم. إنما التوصيف الصحيح لهم أنهم سياسيين من سنة الخامنئي. لا يعني وين أهل ديالة؟ سياسيين ديال سليم الجبوري نعم نعم يعني بالنسبة مثل هذه الشخصيات اللي ذكرتها سليم الجبوري هو يعتبر من الخاسرين، بل إذا أخذت منه تصريح سيكون تصريحا ضد هؤلاء. لماذا؟ لأن هذه القرى سواء نهر الإمام وغيرها وقرى جبور اللي هم أهله وعشيرته، هل تعلم أخي هذه القرى قد فضلت أن تعطي أصواتها إلى صلاح زيني بدلا من أن تعطيها لسليم الجبوري؟ طيب. لأنه سليم الجبوري طيلة الفترة التي كان فيها نائبا ثم رئيس البرلمان لم يقدم إلى مناطق يعني التي ينتمي إليها شيء. وحتى سليم شيء. الجبوري أتذكر مرة راد يدخل إلى بيت أهله، الميليشيات منعته. بل هو قتل له أخوين اثنين ولم يستطيع أن يفعل شيء. هل تعلم هذا الأمر؟ لم يستطيع أن يفعل شيء، يعني بمعنى أنه شخصية هزيلة لم يفعل شيء، لكنه استطاع أن يفعل شيء آخر، أنه أعطى الشرعية القانونية للميليشيات بمسمى الحشد الشعبي حينما كان رئيس البرلمان. ودافع عن هذا الأمر، بل إن في آخر مقابلة له قال لو أعيد هذا الأمر لكنت مع تقنين قانون الحشد الشعبي. فانظر إلى هذا المستوى. لذلك أقول يعني أن السياسيين من سنة ديالة لم يكن لهم دور إيجابي ولم يقوموا بأي شيء لنصرة أهلهم الساكنين في القرى ومدن ديالة. لذلك الآن الميليشيات تستفرد بأهالي ديالة سواء من السنة أو غير السنة وتحاول أن تعبث بأمن هذه المناطق. هل تعلم أخي إحنا نتحدث عن ثلاث قرى الآن، نهر الإمام وقريتين مجاورتين، بلغت إعداد المهجرين من عندها 540 عائلة. هل تعلم أخي منذ 2017 لحد الآن توجد 11 قرية هي منزوعة السكان؟ يعني انظر انظر الى فقط شواخص موجودة. قبل ان نقول الى منطقه منزوعه السلاح، لا، هذه منزوعه السكان، يعني كانما هناك تطهير عرقي على هذه القرى، لا يوجد فيها سكان. هذا توصيف خطير استاذ. نعم يبيل. نعم اخي، تم جرف بساتينهم وحرقها وسرقه ممتلكاتهم، ولحد الان هم خارج ديالة في مناطق يعني شمال العراق. نعم. او بعضهم خارج العراق. خارج العراق هذا الامر مستمر، واقرب حادثه هي حادثه نهر الامام والقرى. نعم. التي مجاورة لها لم، وكأنما الأمر بدأ يطويها النسيان، بل هم هذه الميليشيات ربما تراهن على أن ذاكرة الشعوب ذاكرة أشبه بذاكرة السمك، لا تلبث أن تنسى هذه الجرائم. نعم. لكن القلوب والشعوب الحية لا تنسى الجرائم التي ترتكب بحقها، لا تسقط بالتقادم. نعم نعم. نعم نعم أخي الكريم، يعني كما قلت لك يعني أن كل أسماء هذه الميليشيات وأسماء المجرمين الذين قاموا بهذه الجرائم هي موثقة ويتم تقديمها للمحاكم. نعم. وحينما يأتي حكم للعراق، حكم وطني منبثق من الشعب العراقي، سيقدم كل هؤلاء المجرمين إلى المحاكم، وإلا كيف يستقيم أن هنا لا توجد عدالة في بلد تريد من عنده يتطور؟ لا يمكن لبلد أن يتطور أو يصبح بلداً يستحق العيش فيه إلا إذا سادت العدالة ورجعت الحقوق إلى أهلها. صحيح. ونحن الآن نعيش حالة مأساوية من الظلم الذي يقع على هذه الأطياف العراقية. أستاذ علي، مصطلح لا يحدث إلا في العراق، حيث ذكره مصطلح خطير جدا ودقيق جدا، في نفس الوقت طرحه الأستاذ نظير الكندوري، قال بأنه هناك قرى تسمى قرية أو قرى منزوعة السكان، وذلك سيطرة الميليشيات على هذه القرى، وبالتالي أصبحت لا سكان فيها، يسكنون في منازلهم ومناطقهم. كيف تعلق على مصطلح قرية أو قرى منزوعة السكان؟ بالتأكيد موجود هذا. نعم أخي. نعم. موجود كثير قرى في ديالة، وموجود قريب على المناطق في طرف بغداد، من أطراف بغداد في من جهة المحاويل. نعم. موجود عدد بالفعل، موجود قرى يعني تقصدوا
الميليشيات والعصابات والسلطة أنه يهجرون هذه السكان، يهجروهم. وبالفعل حتى المي الحلو قطعوا، الكهرباء قطعوا، وتعمدوا أنه ما يضعون، هم طبعا ما بلطوا لا شارع ولا أبد ولا سووا شيء، بس تقصدوا حتى هذا الاسفلت الخفيف اللي حضرتك وتشوفه، هذا تقصدوا هذا. فصارت الناس تهرب لأنه ماكو مقومات الحياة في هذه المناطق. بالفعل موجود هذا الكلام. والحكومة بما يسمى الحكومة، احنا نعرف أخي محمد الحكومات تأتي، ذكرنا حضرتك، في تنمية الإنسان، تنمية المجتمع، تنمية البنية التحتية. هؤلاء ليسوا بحكومة، اجوا من أجل تدمير العراقيين وقتل العراقيين للأسف. طيب أستاذ ضياء الشمري، هل سننتقل إلى مخطط التهجير والتطهير الطائفي وبالتالي تفريغ المناطق السنية من سكناها إلى مدن أخرى ربما تكون على غرار منطقة جرف الصخر من دون حتى ملاحقة قانونية؟ هل تعتقد ذلك؟ هل سيصل بنا الأمر إلى ذلك؟ الحكومة العراقية هي طبعا المسؤولة الأول والأخير عما يحدث بمنطقة ديالى والمناطق المجاورة كلها والقرى والأرياف اللي موجودة هناك. نعم احنا نعلم هذا الشيء، هم يردون يعملون. بس 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 اريد الفت انتباهك الى شغلة واحدة يعني بقيت في هاجسي، يعني ما قدرت اكتمها صراحة. يعني أحدهم قال لي شخصيا، قال أنت كلامك دقيق ومنطقي، دائما تحمل القوات الأمنية والأجهزة الأمنية مسؤولية ما يجري في العراق، ولكن أحدهم قال لي، قال أنا عميد في الجيش لا أستطيع أن أحرك جندي في الحشد من مكان إلى آخر، فلماذا دائما نحمل الجيش والشرطة مسؤولية ما يجري؟ هذا فقط كان في داخلي، يعني في هاجسي لا أكثر ولا أقل. نعم هذه حقيقة. لماذا هو يستلم ويتقاضى الراتب الشهري؟ خلي يطلع. طيب إذا هذا القصد أنا حاجج بحجة أخرى. طيب يعني أنت ملتزم كجيش عراقي بحماية المواطنين وحماية الحدود العراقية. صحيح. وحماية أمن العراق. نعم. وتتقاضى الراتب، ليست الراتب من الحكومة العراقية وإنما دولة من الشعب العراقي، هذا دخل للشعب العراقي قاعد يعطيك لحمايتهم، وبعدين أنت تقول أنه أنا ما أقدر أحميهم ولا أقدر أنقل واحد من الميليشيات، إذن شكو عندك قاعد بهذا المنصب؟ يعني المفروض تخرج من هذا المنصب. هذه الحجة مردودة عليه، يعني هو لا يبرئ نفسه أنه أنا والله ما أقدر أعمل بهذا المكان وما أقدر أقوم بأي عمل لحماية المواطنين. نعم أنت تقدر، وإن لم تستطع لأنه هذا الجيش العراقي، وإحنا نعرف الجيش العراقي ومكونات الجيش العراقي بعد الاحتلال هي جزء من الدمج، وهذا الدمج حتى لا يعرف بعضهم. طيب لا يعرف، لا يقرأ ولا يكتب. أنا أشكرك على هذا التوضيح، ولكن دعني نعود إلى سؤالي. هل ما يجري الآن التطهير الطائفي هل سيحدث في مناطق سنية جديدة في المستقبل المنظور؟ هل تعتقد ذلك من دون ملاحقة قانونية؟ نعم راح يحدث هذا، لأنه الحكومة العراقية والمجتمع الدولي يريدون شخص يتحدثوا معه. وجدوا هذا الشخص الكاظمي، ممكن أن يتحدثون معه، ممكن أن يدعو إلى مؤتمرات دولية ويتحدث. ليست العملية أنهم مقتنعين بما يدور بالعراق، بس عليهم أن يتحملوا، هذا المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية. هذا الشخص اللي أنتم جايبين واللي جابوه ما أعرف من هو اللي جابه، طبعاً هي القوى العالمية اللي فرضتها على هذه المجاميع البشرية، ليست فقط من العراق وإنما من خارج العراق، إذا كانت إيران وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية. جابوا هذا الشخص، هذا الشخص العوبة بيد السياسيين في العالم. إذا يروح الدولة العربية وإذا يخرج من دولة عربية، هذا الموضوع أنه بالنسبة لهم أريح أنه يتكلمون مع شخص ويحلون المشكلة بالمؤتمر ويرجع هو، وتبقى العملية مستمرة لحد الآن 18 و19 سنة لحد الآن من الاحتلال، ولحد هذه اللحظة لا يبدأ تغيير في العراق، تغيير جذري، وإنما نحو الأسوأ. الميليشيات متسلطة. هذا العامر يقول، هذا العامر بإحدى التصريحات مالته يقول أنا الـ أقوى من الجيش العراقي، هو الميليشيات مالته قوات بدر معناتها هي أقوى. هذه قضية قانونية
يجب على القانون انه يتابعها. يابا كيف انت تتكلم وانت فد واحد شخص عادي رئيس مجموعه كتله سياسيه موجوده بالعراق وتقول انا اقوى من الجيش؟ اذن العراق من يحكم العراق هم استاذ ضياء. بدقيقه ونصف يعني انت قانوني وحقوقي، يعني شنو الحل لانتشال العراق من جرائم الميليشيات؟ نحن نبحث عن الحل في نهاية البرنامج. الحل هي الحل بيد العراقيين المتظاهرين الموجودين بالعراقيين. نعم أنت راح تقول لي لا يعني ما عندهم لا حول ولا قوة إلا بالله، بس العصيان المدني أنا ما أدعي إلى الكفاح المسلح أبدا، ما أدعي إلى هذا الشيء. وإنما العصيان المدني هو خير دليل من إسقاط هذه الأنظمة السياسية. العالم سيتضامن مع هذه المجاميع البشرية. الشريحة الأكبر بالعراق هي الشريحة المتضررة بالعراق، إذا كانوا من الطلبة أو المتعلمين أو حتى من الجيش والشرطة. هو يقول أنا ما أقدر، يعني الجيش هو ما عنده استعداد أن يدافع عن المواطنين. يا أخي انضم إلى المتظاهرين، سو العصيان المدني. العصيان المدني عنده استعداد أن يسقط دول وليست فقط العراق. العصيان المدني هو المطلوب من العراقيين أن يستعملوا العصيان المدني كسلاح سلمي لإسقاط هذه العملية السياسية. غير طريق لا يمكن أن يكون، حتى إذا كان طريق بالسلاح. إذا جماعة يقولون إحنا مسلحين ونقدر نحرر العراق بالسلاح، أنا أقول له سيحدث مثل ما حدث بالمناطق الغربية، يدخلون ويقولون دول إرهابيين. أنا أشكرك أستاذ ضياء أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا، حدثنا من فيينا عبر سكايب. أشكر انضمامك إلينا. أعود إلى الأستاذ علي. أستاذ علي، يعني بدقيقة ونصف، هل يبقى العراق رهينة بيد الميليشيات؟ ما هو الحل من أجل القضاء على هذه الظاهرة الغريبة في العراق؟ حل للعراق لا يوجد إلا بثورة عارمة كثورة تشرين المباركة. نعم. ثورة تشرين المباركة أثبتت قوتها وعادت العراق إلى صف العربي والدول المحيطة بينا، يعني حست أنه أكو بعد شعب العراقي حي وموجود. لا يوجد حلول أخي محمد. لا يوجد حلول سوى ثورة عارمة تكتسح هذه الطغمة الحاكمة الفاسدة في بغداد عن بكرة أبيها. لا يوجد حل سوى هذا الحل. وعلى العراقيين أخي ما يقول هذا أنا مالي علاقة وهذا أنا مالي شغلة والشغلة من. لا، هذا بلدك وهي ثرواتك وهذا نفطك. ما تحتاج أنت أخي 18 سنة ثانية حتى تنظر شلون بلدك يتهدم، تنظر إلى نفطك شلون ينسرق، تنظر إلى اليوم الموت يتوزع بالتساوي أخي محمد على كل العراقيين، يعني مو بس على هذه الفئة وعلى هذه الفئة. إحنا شفنا شبابنا تكتلوا في التحرير، في الناصرية، في السماوة، في الديوانية، في الكواتم، في حضرتك مطلع على هذه الأمور. فإذا الحل الوحيد ثورة عارمة تقتلع جذور الشر في المنطقة الخضراء وعملاء الخامنئي المجرم القاتل. أنا أشكرك. نعم. الناشط السياسي الأستاذ علي شعلان، شكرا جزيلا، حدثنا عبر سكايب من برلين. وأستاذ نظير، يعني شنو الحل لوقف انتهاكات الميليشيات في العراق؟ يعني أنا أتفق مع ما ذهب إليه الضيفين كريم، وبالأخص ما ذكر الأستاذ ضياء حينما قال إن المجتمع الدولي والحكومة العراقية لا تريد أن تساعد الشعب العراقي على التخلص من هذه الميليشيات وهذه الحالة المزرية في العراق. طيب. والحل يبقى على عاتق الجماهير العراقية، على الشعب العراقي أن يقوم بهذه كما قال ضيفك بثورة وبعصيان مدني. نحن نشجع الحرية السلمية. أستاذ نظير، طلعوا بالملايين، لا تم يعني قتل الناشطين، ملاحقة المتظاهرين. نعم. وذاقوا عوائلهم ما ذاقوا من ويلات. أنا فقط يعني أقول إن الحرية ثمنها غالي، وسقوط الشهداء والجرحى هذا أمر يعني متوقع في طريقك وأنت يعني
تريد أن تصل إلى الحرية. نعم. وإلى انعتاق البلد من التبعية للغير. نعم. ولذلك أقول أن الشعوب ربما عن طريق الوسائل السلمية كالعصيان المدني أو نعم. الخروج للتظاهرات تستطيع أن تصل إلى مبتغاها. نعم. والأهم من ذلك أن لا تكون خروجهم للتظاهر أو تطبيقهم للعصيان طيب. المدني يكون مناطقي. طيب. بنصف دقيقة. نعم. لو استلم التيار الصدري رئاسة الحكومة كما يقولون بالأغلبية، هل سيقضي على الميليشيات؟ لا، لن يتغير شيء. سنستبدل ميليشيا بميليشيا أخرى. ستكون ميليشيا الصدر سرايا السلام هي سيدة الموقف، بل ربما تتشكل من خلال سرايا السلام عشرات الميليشيات القادمة. ويعني نعيد المشهد بمسميات جديدة ويبقى نفس الحال. أنا أشكرك أستاذ منذر الكندوري الكاتب والباحث السياسي، شكرا لحضوركم هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا. الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.